عندما أحاول قلل أزمات أعشق تقديم الخدمات وأحاول حل الأزمات وقف على فال فال بمقالب كل الحلقات وقف على فال فال بمقالب كل الحلقات أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب والله أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب ويخفنا من خدماتك فيها دوائي ومصايب ويخفنا من خدماتك فيها دوائي ومصايب أنا في خدمة الزملاء يا ناس والأهل والأقارب والله أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب أنا نعم جمعة في خدمة الزملاء والأهل والأقارب لكن أصبر يا جمعة أصبر يا سلمان انزل تحت في الأرشيف يا جموع انزل تحت بالأرشيف في الأرشيف تنزل تحت يا جموع تنزل تحت في الأرشيف يا جموع أنا جمعة قدام الزملاء أي والله أنا جمعة قدام الزملاء وهذا خلصنا منه أيوة يا أخي يا نجوى هذا مخلصنا من ساعة وليش عيده يا الله فكنا منه أنا جمعة قدام الزملاء انزين الله خلصنا من مال سهام عسى الله يكون ساح الزوجها ويغلب أنا جمعة قدام الزملاء والأخوة أنا جمعة يا سلام يا خدام الزملاء الآن لخبطنا أيها مال سهام هذا ملفات سهام وهذا بعد سهام يلا الله يساعدها ويساعد زوجها أنا جمعة خدام الزملاء أنا جمعة خدام الزملاء اي هذا لحسان مديرنا حسان رئيسي مسؤولي هذا عاد لازم ما يحتاج اخلص بالاول لازم اخلص ملفاته السلام عليكم وعليكم السلام جمعه ماذا؟ لا ماذا؟ لا حول ولا قوه الا بالله السلام عليكم عليكم السلام جمعه ما جاء؟ لا ما جاء لا اله الا الله مصيبه نعم مصيبه الساعه
السلام عليكم. وعليكم السلام. ها قولوا لي، جمعه جاي ولا ما جاي؟ لا ما جاء جمعه. زين وين يا جمعه؟ بس هذا وين يا جمعه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شاي ولا قهوه؟ ما ابغى شيء. شاي ولا قهوه؟ قهوه ما شغل شاي. شاي ولا قهوه؟ شاي. ما شغل قهوه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا أبغى أعرف جمعة هذا ليش دائماً يتأخر عن موعد الشغل؟ أنا خايف إنه ما يجي، وإذا ما يجي بطيح مصيبة على رؤوسنا كلنا. فال الله ولا فالك أنت بعد، ومن أول الصبح. سعيد، أقول جمعة هذا يعني عمره ما سواها. أنا ما أدري ليش تأخر لحد هذا الوقت يا أخ حسان، ما أدري يا أخي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تو أنا الحين لو المدير العام سألني عن الميزانية إيش أقول له؟ الله لا يوفقك يا جمعة. وانا ايش اقول له اذا المدير العام سالني وقال لي اين المذكره اللي مفروض تنرفع لمجلس الاداره؟ ايش اقول له؟ اكيد هذه الرساله اللي انا قلت لي اكتبها لهدهد حياتي هي اللي اخرتها. هلا بس لو كان عندي وقت وكنت فاضي كنت خلصت الشغل العام بنفسي، بس هذا جمعه الله يهدينا. يوه كل شيء جمعه؟ يعني لازم كل شيء جمعه بس؟ انا خلاص اعصابي ما عاد قادر اسيطر عليها. انت وين يا جمعه؟ انت ليش معصب كذا من فعل؟ بعدين المدير العام حتى الحين ما وصل. المشكله لو المدير العام وصل قبل جمعه بتصير مصيبه. الو عايدة، سمعيني يا حبيبتي، سمعيني زين. الزواج لازم يتم اليوم ولازم نمتلك الليلة، فهمتي؟ لا 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 تخافي، انا بتصرف. انا سمعي، انا قلت على زوجتي ان عندي اجتماع مهم، بروح الشركة واشيل ملابسي معي وافسخ ملابسي هناك واجيش على طول. ها لا 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 عايدة، لا 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 شوش، لا 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 معازيم، لا 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 معازيم، لا ايش معازيم بعد؟ خلاص يا عايدة لا تزعلي. كم من واحد بس؟ 3 4 ما يزيدوا، ترى انا ما احب المشاكل ابدا. ايوه يا حبيبتي. ليش معازيم؟ والله ليش سلمان معازيم؟ ايش هذا اليوم؟ وين راح معازيم؟ مشاكل بعد هلا الساعه 6 في مشاكل. ما فيش معقوله مغبش للدوام من الحين؟ والله كلام مغبش علي. كم من واحد بس؟ زوجتي الله يهديش. انت مالك ومال زوجتي؟ انت زوجتي وانت حبيبتي وانت كل شيء. يلا الحين، يلا مع السلامه، باي باي يا حياتي. سلمان. محمود اسمع يا محمود، لازم تجيب بالك زين. ها انا جاي بعد نص ساعه. يلا مع السلامه. شكرا، مع السلامه. يلا 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 سلمان. نعم. تو انت من غبشي قاعد تكلم من؟ ابدا، انا كنت اكل المصنع وكنت اطمن على الشغل يا حبيبتي. بس سير حبيبتي وحبيبتي، ما كنك عادك كبرت على هذه الالفاظ. عندك بنت حبس زواج والشرطر شعر راسك بعدك حبيبتي وحبيبتي خالي. يا الله العظيم فرطيه ذي نوبه. بس الحب ما يعرف كبير وصغير يا حياتي. فك حلقك بقى على فكه، ما حد سمعك يا حياتي، حتى طالعه منك مرة ماسخة من غير طعم والله العظيم. المهم يلا خلاص، أنا رايح الشركة عندي اجتماع مهم اليوم. سلمان. نعم تعال اجلس. نعم قلت لك تعال اجلس. هي بس يا موسى يا حبيبتي الحين ما وقت جلوس. قلت ليش أنا عندي شغل كثير، وبعدين عندي اجتماع مجلس إدارة ولازم أقدم مذكرة مشروع مياه المعدنية ولازم نناقش هذا الموضوع. نسيت أقول لك يا موزة، اليوم إن شاء الله الخبير بيوصل. موزة
ممكن أعرف ليش تضحكي علشان أنا أضحك معاش؟ أضحك عليك. علي أنا؟ هو أنا في شيء ضحك؟ إيه فيه؟ يعني بالله عليك تو أنت تفتكر أني أنا ما أعرف إيش اللي يستوي من ورا ظهري؟ موزة، إيش هذا اللي يصير؟ سلمان، أنا عارفة بكل ألاعيبك وكل شيء تسويه، وخاصة اللي بيستوي اليوم. اليوم؟ يا ولا من أنا ما أعرف، واللي أبغاك تعرفه إن اللي حاطنا في بالك لا يمكن يتحقق أبداً، فهمتني؟ وإذا كنت أنا ساكتة فساكتة بمزاجي عقب إنك. وبعدين اسمعني، عارفة اللي استوى بعد أمس واللي بيستوي اليوم مثل ما قلت لك. عارفة يا حبيبتي، عارفة، عارفة يا أجمل وأغلى موزة في السوق، قصدي في القلب. لكن صدقيني يا موزة، أنت فاهمة غلط. ظاهر أنك أنت اللي فاهمني غلط. أنا؟ أفعليش يا موزة، أنا فاهمش غلط؟ بعد العشرة الطويلة هذه، عشرة 20 سنة قضيناها مع بعض على الحلوة والمرة، وذقت فيها الهنا والسعادة وياما وياما. موزة، أنت ليش تشوفي عليك ذاك؟ مو فيش. أشوف عليك لأن ما أبغى أنتظر لين إلى ما تفضحني. فضيعة؟ لا 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 لا، ما دام المسألة وصلت الفضايح فأنا لازم أقول شيء حقيقة وأمر لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أقولها وأمر لله. بس يا موزة يا حبيبتي أرجوك لا تكوني عصبية، خليش حنينة شوية علي، يعني خليه قلبش كبير وعقلش أكبر شوية شوية. يعني انت فعلا يا الخسيس باغي تسويها؟ ها؟ انا يعني في الحقيقه يعني الانسان يجي له الدوده، لكن غصت وعظم يطبخ لك ان شاء الله. يعني باغي تقدم مشروع المياه المعدنيه باسمك يا الخسيس؟ ما عليك يا سلمان. ها ها ها، ايش قلتي؟ مي يا ايش مياه؟ مياه معدنية. والله طيحتي لي قلبي. عجب أنا مجنونة. مياه وين مياه؟ اسمعني يا سلمان، كل العز اللي انت عايش فيه وهذا اللي تشوفه حواليك ملكي أنا وبس. عارف يا حبيبتي، عارف كل شيء ملكش وأنا بعد ملكش طبعا. مياه معدنية. لا 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 ابدا، انا ما يضحكني شيء. والله كلامي يضحك، والله طيحتي لي قلبي. تو خبرني يا سلمان، انت ايش ناقص انك؟ ما انت مدير الشركه ومدير المصنع. اسمعني يا سلمان، انا لا ارضى ولا الارضى ولا مرضى. موزة اسمعيني يا حبيبتي، انت خلي على شان الكلام الحين. المعازيم على النار، قصدي الاجتماع، وانا لازم الحق الخبير قبل لا يغضب ويروح البلاد. ايوه. وعلى العموم يا حبيبتي، قصدي يا حرمنا المصون اللي بلغش هذا الكلام غلطان. وعلشان تتاكدي انا برسلش المذكره علشان تقريها بنفسك ومعاها الملف كله علشان تتأكدي إن كل شيء باسمش. وصدقيني يا زوجتي إنه ما في نقطة ناقشها في الاجتماع إلا وإنت عندش علم بها. خلاص؟ مبسوطة؟ ما أنا اللي استغل الظروف يا حرمنا المصون. والله عادي يا سلمان، أنا أتمنى أن أكون غلطانة. لا، أنت طبعا غلطانة، وأنا في الحقيقة افتكرت زعلانة. والله إني صيحتي قلبي. نعم كم هاي طيحتي قلبي وطيحتي قلبي؟ مو خلبك عصرنا في فاهم تعلق عليه يطيح؟ والله العظيم، أي أنت مدير عام في شركة ما بيع ماي في حارة، طيحتي لي قلبي. خليك على مستوى المناقشة. يا سلام، أنا لعلمك أكون في مستوى المناقشة.
انت يا موزه لولا انك ورثتي هذه شويه الفلوس من ابوش ها واشتغلت انا وشغلتهم لحد ما اصبحت عندنا الشركه الكبيره هذه، ولا انك انت اليوم جالسه تجمعي بيت ابوش في الدرس ذاك اللي في البلاد. سلمان موسى الله يهديك خلاص انا بسكت بس رجوشه لا تقوم تعيريني. اي انا سكت خلاص سكت. سلمان موزة جلس رجعنا. قلت لك يا موزة قلت لك ما يصير، الخبير هو اللي بيدير المشروع وانا لازم اكون في استقباله، هذا غير الاجتماع. واللي قلت لك بتجلس يعني بتجلس. ايه بس ما يصير والله العظيم ما يصير، خلي بعدين. سلمان قلت لك ما تروح ولازم نراجع حسابات امس وأول أمس. أيوة بس خليه بعدين يا موزة بعدين. لا بعدين ولا قبلين. ولا تبغى يكون إن أنا آخر من يعلم ولا إيش؟ لا والله العظيم يا موزة ما قصدي، لكن تعرفين هذا شغل مهم يعني قصدي أقول إنه ما ممكن يعني الموظفين يوصلوا قبل بساعة وأنا أتأخر عليهم، ما يستوي والله العظيم ما يصير، صدقيني ما يصير. لا والله العظيم ما يصير باقي. سعيد زين خلصينا على سعيد، ما بعرف يصير مني. ايه سعيد هذا مال سعيد. انا جمع قدام الزملاء سعيد رسائل ما له بعد جاهزه فيها تعبير ما يحتاج، معبري له رساله تخلي هدى ما تنام طول الليل. نعم ما تنام. سعيد بالي انت برسائلك هذا في النهايه بطيح على راسه، لكن يلا ما عليه تراني خدام الزملاء. الو استاذ سلمان صباح الخير استاذ. اي نعم كل شيء جاهز، كل شيء مضبوط وتمام وما شيء كما الأقرب. عفوا استاذ أقصد يعني كما أقرب الساعة. إي نعم والخبير بيوصل اليوم حسب الموعد. نعم استاذ قسم التعبئة والتوزيع أنا مريت على كل شيء بنفسي وكل شيء تمام، الحسابات موجودة والأوراق جاهزة. إي يعني بس هو يعني الأخ جمعة مسكين وساكن بعيد شوية. لا 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 تستعجل استاذ سلمان، لسه في وقت كثير وتو الناس على موعد الاجتماع. اي نعم استاذ انت في الطريق حياك الله. انا وسهلا انا بك استاذ سلمان. طيب استاذ مع السلامة. مع السلامة استاذ. يا ويلك يا حسان المدير العام في الطريق اليك والخبير تو بيوصل. وينك يا جمعة؟ وينك؟ يا أستاذ حسان جمعة ما تأخر، بس إحنا اللي مبكرين شوية اليوم. المفروض إنه بيوصل قبلنا، لأن المدير العام قال لازم نحن نوصل قبل الدوام بساعة، ولا نسيتي؟ لا أنا ما نسيت، بس أنت اللي نسيت تقول لجمعة، لأنك عطيته أوراقك وأوراق الموظفين عشان يخلصها، وقلت له بعدين مع السلامة يا جمعة، هذا الكلام حصل. كان المفروض يحس بنفسه ويعرف إن المدير العام قال لنا إحنا نجي مبكرين وهو ماشي. بالله عليك هذا منطق؟ هذا كيف تريده يعرف انت ما قلت له؟ المفروض يعرفه وهي طايرة يا آنسة. نحن الحين في زمن النباهة الشطارة، في زمن اللي يمسك الهواء في ايده ويحوله الى ذهب. لا اذن هذاك موضوع ثاني. انا عارف ايش اللي ورطني مع جمعة هذا. مسكين يا جمعة صرت لعبة ما بينهم، هذه اخرة الطيبة؟ خسارة والف خسارة. ايه انت وين يا جمعة وين؟ يلا الحين عاد بنستعد عشان نروح الشغل، تلبس وانت جاهز وانت كشخ شوية، يمكن نعجب نجوى يمكن ما نعجب، لا تشوفني خسف ولا ابغاه وبعدين ما تحبني. يلا هذا هو حصلناه، الشجاعة والصراحة. اي نعم هذا هو كتاب العزيز. ثم نظر إليها وقال لها أحبك. قالها بكل جراءة وشجاعة. نعم أحبك.
آخ يا نجوى يا نجوى، أقولها بكل جراءة وصراحة إني أحبك، صدقيني والله والله أحبك أحبك. آخ من هين من هين في الجراءة وصراحة أنت جبان واحد من هين. نعم لا أنا جمعة، نعم جمعة، ولازم أحاول مرة ثانية. والله أحب صدقوني أحب أحب يا الله يا أحبك. أخ أخ خلاص ارجع مكانك وعطني الشجاعة والصراحة عشان أقول كلمتي إني أحبك. راح أسوي لي شاهي الحين قبل ما أروح الشغل. وينك يا شاهي وينك لا سكر ولا شاهي ولا شيء، ايش الحالة هذه؟ عسى الله عسى الله حرمة عمي مريم ترضى علي وتطرش لي شاهي ولا ريوق مع فاطمة، تراها يوم ترضى تطرش لي اكل، يوم تغضب علي خلاص غضبت ما تطرش لي شيء. يا الله يا رب أصبحنا وأصبحك ملك الله يا الله، اللهم اجعل هذا يوم يوم خير وسعد علينا ويرضوا علينا الحبايب يا الله يا رب يا الله. نروح نشوف شغلنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله، توكلنا عليك يا الله. يا منبهان يا مريم بسرعة تأخرنا عن الشغل يا الله. جاية جاية. صبحك الله بالخير. الله بالخير. انت يعني كل يوم على هذه الحاله مستعجل وجالس تصرخ من الصبح. يا منبهان الشغل وايد والمساله فيها امانه، والواجب يحتم علي ان اكون اول الحاضرين. نعم الشغل من دوني يعني ما يمشي. اللي سمعك الحين يقول مره مدير لا ومدير عام، ما كأنك موظف عادي وعلى قد الحال. أصلاً المدير والمدير العام من دون يني شغلهم ما يمشي، أنا لازم أكون أول الحاضرين وأول الموجودين. الموظف لما يدخل لازم يوقع على كشف الحضور ويوقع على كشف الانصراف، إذا الموظف ما وقع المدير كيف بيشتغل؟ خبريني. اللي سمعك الحين يقول مرة هنا الدنيا. سكت أبوي سكت أحسن لك على يعينوك سكت. احنا سنين على هذا الحال وحالنا ما تغير. سكت اقول لك على الجيران يسمعوك. الجيران يسمعوك؟ اصلا هالجيران حاسدينك علي. نعم انت عاد ايش فيك؟ ما فيك شيء غير هبطره دي بس، ولا ايش اقول؟ خلينا تريق احسن. لا تقول شيء عن لا يجيك شيء. ايش كثر انا كنت احلم واتمنى اتمنى يكون عندي بيت كبير في مكان عود وعندي سيارات صفرة وخضرة وبرتقالية وحمرة وسودة. لا وشغالة لا 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 شغالتي ودريول بعد. سمعي المثل يقول مد ريولك على قد الحافك. اي نعم احنا ايش نبي من الدنيا غير الصحة والسلامة والعافية؟ نعم والقسمة بما ارتضاه الله سبحانه وتعالى. راس مالنا هالبنية نربيها التربية الفاضلة الصالحة لما الله سبحانه وتعالى يشوف لها العريس المناسب اللي تعيش معاه. يا مريم فاطمة هين بعدها نايمة؟ إلا ما نايمة. خير أتوصل الريوق حال أستاذ جمعة. لكن إيش أقول؟ قلنا يجينا الخير قالوا ما يلوكم غير الغربي. ولد أخوك ما يجي أحسن عنك. يا بنت الحلال الناس إيش عندها؟ ما عندها شيء غير القيل والقال، وما حد يكون أحسن من حد إلا عندهم فلوس من مرتاحين. لكن تعالي قم حول دخول إيش فيه؟ طيب مسكين ويتيم يتيم يا مريم يتيم. هلا هلا فيه. علشان كذا جبته وسكنته هنا عندنا وخليته فوق راسنا. وإيش فيها يعني؟ بعدين لا تنسي إن أبوها الله يرحمه قبل الله يتوفى موصلني عليه. وصلنك عليه ما نسينا. ردينا السالفة اللي ما تنتهي. وزيدك من شعر بيت لا تنسي إن هالمزرعة اللي موارثنها عند أبوها الله يرحمه هي اللي خيرنا منها وأكلنا منها، معناته إن الريال مشاركنا بفلوسه بعد. يعني تقوم تسمعنا نفس الأسطوانة هذه.
يا مريم خلي قلبك كبير وواسع وبعدين خبريني جمعة ايش فيه؟ شاب مثقف وقفو والمستقبل امامه. نعم نعم انا وحدي ما اعرفه. هذول الواحد منهم بس يتعلم شويه يبغى يتوظف اي كانت الشهاده صغيره ولا عوده. المهم يتوظف وينام على وساده ناعمه ويستلم الراتب وبس. بكم الحاله ايش هالكلام الصبح الحين من اول الصبح. انا اقول يعني كان المفروض انه يكمل تعليمه ويكون احسن من غيره ما يكون موظف عادي. جمع موظف كفو وطالع على عمه مثلي. نعم مثلك. نعم ردينا سالفه مثلك هذه ما دام انه مثلك عقب الله يصبر اللي تبتلي فيه. منبهان بصراحه انا يعني عندي موضوع وانا اقول يعني بالنسبه احنا ما بنحصل حد احسن من جمع البنتين. نعم لا 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 عريس لا ولد اخوك ما قلنا شيء لكن يتزوج لا مثل اخته ما يخالف لكنه يتزوج بنتي لا وألف لا. فاهم ولا اقول لك تريق احسن لك وقوم سير شوف شغلك يا مدير العام احسن. ها صبك هو خير فاطمة. صباح الخير جماعة. جبت لك ريوق. شايف والله شايف بس هذا كثير يا بنت عمي. ما كثير عليك ابدا فاطمة. اقصد انت غالي على امي وابوي وخصوصا امك عاد. يا خسارة يا فاطمة لو كنت دارسة ومتعلمة. من قال لك اني انا ما متعلمة؟ انا متعلمة وعندي ثاني ابتدائي. لا متعلمة متعلمة وايد. تعرف يا ولد عمي ضحكتك واجد حلوة. انت لازم تكملين دراستك يا فاطمة. الفطنة هاي لو اندعمت بالعلم يصير كل شيء فيك عظيم. العلم والثقافة يا بنت عمي لازم تتعلمين وتتثقفين وأنا مستعد أساعدك. معقولة يا جماعة الحين أدخل مدرسة؟ وليش لا؟ عمر العلم ما يتحدد بالسن. العلم بحر بحر ما يروي مهما تشربي منه وكل ما شربتي أكثر كل ما تحسين بالعطش أكثر. يمكن لأن البحر ما يمالحة. لا علشان العلم بحره واسع. العلم هو السلاح يا بنت عمي اللي يحمي الإنسان نفسه من عاديات الزمن. يعني العلم نفحك يا ولد عمي؟ من يدري بس يا فاطمة لكن العلم خلى عندي طموح. طموح؟ وين يبيعه وانا اشتريه؟ في الكتب يا فاطمة. الطموح يعني لما تطمحي لحاجة توصلي لها. طماعة؟ انا ما طماعة ولا عمري كنت طماعة. الطمعي غير عن الطمحي يا بنت عمي. لازم تفهمي يا فاطمة ان كل اللي في عمرك تعلمون في فصول محو الأمية. يا سلام يا جماعة كلامك كثير حلو. حلو لكن هذا الموضوع يا متعمي شرح يطول وانا عندي شغل ما اقدر اتأخر. ما فاضي لصراخ سلمان وموزة. هذه موزة؟ من هذه موزة بعد؟ انت تعرف هذا اسمه موزة وما تقول لي اتكلم؟ ليش هذا الانفعال يا متعمي؟ ليش موزة هذه صاحبة الشركة وسلمان زوجها والمشكلة كل ما صارت مشكلة تطيح على راسي أنا. كل ما سوى مشاكل جي على راسي وعن إذنك رايح الشغل. والريوق ولا خلاص ما تريد تتريق؟ متريق أبوي إن شاء الله متريق. صح أين أبوك؟ متريق في البيت. تو هذا المخلوق حال مو ياكل كذاك بسرعه لكن مو اقول. يا الله ارحمني يا رب. ايه شوي شوي على عمرك بتغص. الدنيا ما طايره وهذه كلها تودي ريوق حال اللي اسمه جمعه صار لها ساعه وساعتين لكن مو اقول. هنا القاها منها ولا من ابوها؟ فاطمة ايش في بوزي جاي ملتاح شبري؟ ها؟ با ها؟ انا
ها؟ أنا أريد أكمل تعليمي، أريد أتعلم وأتثقف ويصير عندي طموح. نعم نعم نعم، أسمع كلام يدين، من وين عرفت الكلام ذا؟ أكيد من عند قمعة صالح ساعة هي هناك حيته، أكيد من كثر هذاك القراطيس بوتارس الغرفة تراسل لها راسل كم من كلمة. با أنا أريد أتعلم وأثقف، أنا ما أريد أكون جاهلة. سمعة يا فاطمة يا بنت أبو نبهان، أنا اللي عرفه إن البنت مهما تتعلم مصيرها بيت زوجها، ولا أنت نسيتي لما كنت في ثاني ابتدائي؟ نسيتي الشهادة التي بيها كلها صفر وصفر وصفر وصفر، كلها أصفر دواويح حمر، مرة واحدة بس فرحت ورفعت راسي فوق يوم جبتي لي علامات زينة، يومها وزعت بارد الحارة كلها ما حد وما شرب ذاك في البارد. عقل ما عليك، دواك عندي. سمعي من أبهان، عقل بنتك هي عقلها ولا تراني بصنها على راسي. خل عليك، سلم على مكتبك يا أستاذ مدير. زين وانتي هاني ستي من ساعة. صباح الخير يا عمي. صباح النور، حي الله وليك الشيف، حي الله وجمع هيك. ها عسر ريوق عيبك يا عمي. الله يهديك، اليوم تسألني انت هالسؤال هذا؟ انا اقول هاي المغاصم هين يجينا. ها والله العظيم بطنك اليوم يعوضني من كثر ما تسألني هالسؤال هذا. جمعة تفضل تفضل عمي تفضل. ايش هذا؟ هذا يعني مساهمة مني في الاكل والشرب. ايه تسألني كيف هالسؤال هذا؟ المغاصم كان يجينا يعوضني بطني بموت من هالسؤال هذا. افا هني ابو نبهان، وبعد عيب عيب الكلام هذا اللي تقوله. يا انت نسيت ان مزرعه ابوك امانه في رقبتك، وان المزرعه هذه هي اللي خيرها من وراها. نعم خير نحن من وراها المزرعه. يا عمي انا عارف ان حالتك الماديه يعني احيانا ما له هناك، واذا ما اخذت مني هذا المبلغ لا باكل ولا بشرب ورجعتني من المغص. لا 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 يا يب. لا تنسى انك انت مثل الذي عنك، وانا مسؤول عنك وعن ارضك بعد. كم كنت أتمنى يا جمعة إنك أنت تواصل دراستك، نعم، وتدخل جامعة وتصير موظف كبير وعود ومهم. يا أخي الحمد لله أمشي، أنت اليوم موظف كبير ومهم، الله يعطيك صحة وسلام. الحمد لله يا عم، صدقني يا عم يوم أشوفك أحس إن الفرحة تجري في عروقي مثل السماسيم. قصدي مثل الدم البارد يعني. والله يا جمعة يوم أشوفك أحس إن شبابي رجع لي وتذكرني بالأيام اللي مضت. وأنا بعد يا عم يوم أشوفك أشوف مستقبلي اللي بيروح. ها؟ إيه أنا قصدي يلا روح تأخرنا يعني. يلا خلاص يلا تعال تعال تعال. سيارة وخر ولا توسخها بيدك مرة ثانية. عمي صالح صباح الورد والياسمين والزعفران. يا عمي صالح صباح الخير. أصبحنا لله أصبحنا لله، حنقرتك بتخترب. وبعدين يقولوا كثرة السلام تقلل المعرفة. الله سبحانه وتعالى وحده يعلم يا عمي صالح إيش كثر أنا أحبك وأعزك. والله والله يا عمي صالح. أوه رغي وايد بين بعض، وخر ورانا الشغل وبنروح العمل. عمي صالح عمي صالح الله يبارك فيك، انت ليش كذي مستحمق علي؟ انا ايش سويت لك الحين؟ غلط عليك بشيء ولا شيء لا سمح الله؟ اخ جمعه قصدي الاستاذ جمعه حقي. والله هو في الحقيقه يعني نسيت قصدي. صباح الخير يا احسن والد جمعه في احلى يوم في الاسبوع. يمين انت صباح جمعه جمعه لا ترد عليه، انا رديت عنه وعنك. يا احمد ترى وسخت. يلا الله يبارك فيك، انت ايش فيك؟ ليش مستحمق علي كذا؟ خليك راضي عني. وبعدين ايش رايك يعني تجيكم داخل تشرب لكم كم كوب شاي؟ الشغل بعده فاتحينها عزيمه. انت فاتحينها عزيمه من اول الصبح. اسمع يا مكاليف ايش اسمع زين، احنا ناس موظفين ومحاسبين على كل شيء، ورانا توقيعات، ما بقاعدين في الجراجات نحسب اللي داخل واللي رايح.
بطاري. يا عمي ايش في يعني شغل الميكانيكي يا عمي؟ يكون في علمك انا احسن ميكانيكي في البلد. نعم اتحداك روح جيب لي احسن ميكانيكي غيري. يلا روح. من هين اللي بيسمعك بيقول هني الخير احسن ميكانيكي في البلد. يا عمي يعني ايش ما عجبنا شغل الميكانيكي يا عمي؟ يعني هم قالوا لك ان الوظائف المكتبيه هي اللي تنمي المجتمع؟ يا عمي الانسان ما فيه شيء. الإنسان لما يكد ويشقى ويهتد ما فيه شيء يا عمي. بعدين هذه الله يبارك فيك مهنة آبائنا وأجدادنا يخلفهم إنسان شريف يا عمي. تبى تفتح لي إياها محاضرة من أول الصبح حمد؟ حل فاضي رحيم ومرنا على يا عمي بس والله العظيم ما عندك شيء يا عمي. الله يهديك هدي أعصابك انت هاك في الرجال من أول الصبح. الله يهديك بس تعال 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 شوف سيارتين ذهب حمد ذهبنا تعال تعال وانا لحطه وانا لحطه على ما اظنها زاهده. ايش رايك تركب معي اوصلك الشغل بعدين وانا راجع امر عليك ونجي مع بعض. والله اخدمها. سيارتك ماشيه بقى كتاره تعبانه. كيف كتاره تعبانه يعني؟ ها يعني الماكينه يبغى تنزيل والشاصي عوي يعني خلاص اندم. خلاص هي. انت اللي خلاص ابوي. هذه احسن سياره هذه بس انت ميكانيكي خلاص تعبان واذا في خير تعال سابقني في الشارع ويلا ميدان يا حميده. نعم كذا يا ماك ود اخويا. اسمع احنا كذا تاخرنا عن الشغل وايد. خلا يلا انت بتروح سيارتي يعني وبنروح شغل مع بعض. يلا خلا. لا 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 يا عمي تعال. لا بس كيف انا اريد اقدمك يا عمي ما اريد تتعب في السياقه. صدقني هاتني راحتك يا عمي. لا تعال كم معي اوصلك وخلي عندك ارجع بقى. هاي خلا عندك لازم يا عيال. لازم اي لازم. يلا كب ايه يا عمك انت تعبان انت بسيارتك كتاره واحد لهدك. والله انا ما اعرف ايش فيها دائما يصير ما يواطني بعيشة الله مع انه والله قصدي شريف. قصدي شريف يا جماعة. والله نفسي احقق اللي في قلبي واتزوج فاطمة. فاطمة يا ناس بتزوج فاطمة. مسخة مسخة مالش يا بنتي ليش سكرتي الدريشة مع ان الجو اليوم حلو؟ الجو اليوم ما حلو. الجو اليوم حار وغربي ويحرق الفؤاد. خير ان شاء الله مو هناك توش بخير وعافية. هذا اللي اسمه حمد. ماله هذا لو ما توقف عن سوالفه وسكت عن اللي يدور في راسه والله ما يصير له شيء طيب. خير ان شاء الله. ايش سوى مو هناك مو عندش جالس يلف ويدور كأنه ايش يا بنتي؟ بالعكس ولد طيب وعنده فلوس. نعم وبعدين اللي حصله ابوه في شهر هو يحصله في اسبوع. يعني انا سمعت هذا الولد يريد يملك جراج بدل ما كان ميكانيكي. يعني لو انت كنت موافقة عليه ما كان احسن يا بنتي بدل لا انت جالسة في البيت لا شغلة ولا مشغلة. والله يملك الجراج ولا يملك اللي ملكه انا ايش علي يا بنتي؟ المثل يقول اللي يشتريك لا تبيعه. ولا انت عاد خلاص عجبتنيش جلسة البيت. البنات بوسناينش خلاص ما شاء الله عندهم اولاد الله يبارك. حمد هذا بالذات انا ما اطيقه ما اريد اشوف حتى وجهه. اكيد ما دام ان ابوش معاش في ان جمعه هو الوحيد اللي يقدر يسعدش اكيد احنا ما قايمين نتقدم نظل مكاننا ما نتحرك ولا شبر. لكن انا وحدي ما عارفه مو عاقب نكون في هذه العيشه. يا امي الفلوس ما كل شيء. المهم ان ايش هو المهم؟ اتقومي تكلميني في كلام المسلسلات والافلام الحب. يا الله ارحمني يا رب شيل عني يا ربي. ايش هذه العيشه اللي احنا عايشين فيها؟ قومي سيري دكان منصور جيبي لنا قوطين طماطم. توبيقي حضرته يبي يلظ ياكل ما عنده غير الاكل والنوم والشغل. يا الله على ذاك الشغل. لكن ايش اقول انا طول عمري مشتقية في هذه الدنيا محكوم علي بالشقة والتعب والفقر. لكن ايش اقول قومي سيري الدكان. ما سير كيف ايش يعني ما تسيري؟ معناته اني انا باغي اتعلم اتثقف. نعم تتثقفي هي
مو هذه الأكلة بعد فطومة؟ أقول قومي يا بنتي علميني كيف يطبخوا هذه الأكلة. ما أعرف ما أعرف ما أعرف. مشكلة عليش. مجلس وامري لله ماشي حيلة. العذاب هالنكال. انا ما قلت لك بناخذ سيارتي احسن؟ كان بنوصل مرتاحين بلا هالعذاب. ايه قاعدين ندفر هالسيارير هالسكراب هذه سيارتك انت. يلا روح روح تروح عمل اشتغل الحين بدفر وامر الله. روح انت يلا الف يا والله روح الف يلا روح يا ناس وقف يا معه. لو كنت تخلصوا شغلكم وحدكم ما كان هذا الوضع. لكن ايش اقول؟ ايش تقولي؟ لا تقولي شيء. ايش تقولي بعد؟ جمعة هذا اصلا مثل ولدي. اي نعم مثل ولدي. وايش فيها لما الولد يساعد ابوه؟ قولي لي ايش فيها. فيها واجد. فيها انك تترقى مرتين وهو مثل ما هو في مكانه. وتعاونوا على البر والتقوى. بس هذا اللي انت فالح فيه التقوى. وين هذه التقوى اللي انت تقول عنها؟ ايش عليش انتي؟ ايش عليش انتي؟ بعدش لسه على البر ما عندك درزن اولاد ولا كنت بتشوف الويل؟ هذولي درزن يا نقوى درزن. درزن يبو اكل وشرب وثياب وتعليم وبلوى. رسالة. اتمنى ان هدهد حياتي تحس بي وتكتمل سعادتي بالزواج منها. صدقوني يا ناس اريدها يا اخت نجوى والله العظيم اريدها. يا اخ سعيد اللي يريد وحده يكتب لها رساله بخطه باسلوبه. ما ايش اسوي ايش اسوي ما اعرف اعبر ما اعرف. حاول يا اخي. حاولت مره وقطعت الرساله في وجهي مع العلم اني كتبت لها كل اللي شفته فيها من معاني الحب. صدقي والله. اي والله يا حسره. ليش الموضوع ما فيه اني كنت متغدي هريس والهريس كان وايد حلو فانا الصراحه شبهتها بهريس. هريس. اي نعم قلت لها هدهد حياتي أحبك مثل الهريس. يا الله يوم الواحد. صدقي أول ما قرأت الرسالة والعبارة هذه بالذات عصبت وكشرت وارتفع معاها الضغط وزادت معاها الملوحة وقررت لها تتركني للأبد. والله عندها حق. كيف يعني عندها حق؟ في واحد مثلك متعلم وعنده شهادة طول الجدار يقول لواحدة أحبش مثل الهريس؟ أحمد ربك إنها ما ماش ماش بعد. لا سلامتك أختنا جوا. إيش أقول لك؟ ما عندي مقدرة في هذا الأسلوب. هذه مقدرتي كلها الصراحة. صح كلامي يا مدام سهام؟ أنت مو باغي من سهام. خلي سهام في الهم اللي هي فيه. وبعدين صدقني ما حد يعرف يسوي هريس في الحارة. نعم كماي. يا سلام يا سلام. خلاص كل واحد يجيب صحن ونجيب مقامش ونوقف صف واحد كذاك قدام مدام سهام. ومدام سهام تجيب قدر الهريس وكل واحد بخمسين بيسة هي تصب ونحن نغرف وناكل. يا أخوان هذه شركة محترمة ما مطعم. أخ بس أخ بس لو سالم زوجي يعرف يقول غير الهريس يقول يعني يبغى مالح ولا بابلو ولا شوي بعياني يا شيء. سالم زوجك هذا بعد ساكت ما يتكلم؟ أتمنى ينطق يقول كلمة حلوة. ها
حياته كلها كاراتيه كاراتيه، اكلمه عن البيت يكلمني عن الكاراتيه، اقول له اها مره نتمشى العصر يقول لي بعد الجوله التاسعه، اقول له زين نجيب شريط فيديو نتشوف شويه في البيت يقول لي بعد الضرب القاضي. تصوري تصوري مره واحده رايحين انا راح اشتري له هديه بمناسبه زواجنا، واقف اللي قدام صوره بروسلي، واقف مصطلب قدامها اها ما قام لين رحت اشتريت له ذيك الصوره. يا ساتر زوجي حالته صعبه. تصوري كل حلم حياته الا يلاكم بروسلي، ومع اني ما اتذكر ولا يوم فاز في مباراه، حتى امس قايلني ومتنفخ وجهه كذا كما الكوره، وهذا ترى لا بعد برافاتي برافاتي بس الداء كتب كم هالساعة بعدها ما خلصت وحدي تعبانة بقى يصير أطبخ لوحدي. بعد إيش تطبخي له؟ هذا جوعي أحسن. يا نجوى يا نجوى هذا زوجي وبعدين ما هين علي، صدقي أم صعب علي وأشيت دقاتين كل ساعة كم يا إله متى يخلص التين. موزة موزة يا حبيبتي أنا بتأخر، خلي الحسابات لبعدين أو على الأقل اليوم، أنا عندي شغل كثير والوقت ضيق. أنا ما صدقت ما صدقت لقيت اللي كنت أحلم به اللي يقدرني ويفهمني. هو هذا مشروع تجاري ولا زواج؟ لا يا موزة أقصد المشروع، الخبير بيوصل اليوم وهذه الصفقة تجيب لنا فلوس كثيرة الله يهديش. إنزين لحظة بس خليني أشوف على الأقل حسابات أمس وينهم؟ والزواج قصدي الاجتماع. أمي صباح الخير. مرحبا أبو هدى. صباح الخير أبوي. صباح الخير يا بنتي، أهلا وسهلا. صباح الخير. مالك يا أبوي؟ أتفق ما على بعضك. لا يا بنتي لا، أنا بس تمارين الصباح. إيش السالفة يا جماعة؟ والله سالي مش مش اسمها والدتك ما مش تعلم نطق الأحرف. الله الله يا الدنيا، والله إن عشنا وشفنا يا بنتي. سلمان أقول هدى سير أبوي توكل أنت على المدرسة يلا، وسوق السيارة على مهلك يلا. حاضر يا أمي. خلي بالك. مع السلامة أبوي. لا يا بنتي خذيني معاش، لا تخليني وحدي عند أمش. سلمان يا بنتي يا هدى خذيني معاش، طلعيني معاش أرجوش، عندي شغل كثير وإذا طار عني هذا الشغل ما بحصله مرة ثانية. يا ناس يا ناس أرجوكم لا تطيبوا مني هذه الفرصة، ما تطيبوها مني هذه الفرصة. أي فرصة يا بنتي؟ فرصة الاجتماع والمشروع يا بنتي. هذه أمي الله يهديها بغيت تخلص كل شيء الحين، وأنا لازم ألحق الشغل ولازم ألحق الموعد. وبعدين معقولة يا بنتي؟ معقولة المسؤولين يوصلوا قبلي بساعة وخاصة الموظفين؟ وبعدين هذا الخبير من يستقبله؟ مش هالكلام هذا ما يصير. لا يا أمي ما يصير والله حرام. حرام. المهم الحسابات كلها متلخبطة يا سلمان، حاسة يعني في شوية تلاعب في الشركة، لكن ما عليه الحساب بعدين. بس الحساب بعدين يا موسى ما مشكلة. المهم انت الحين ارسل لي مذكرة من الاجتماع اللي راح تناقشوها اول ما توصل المكتب. انا ارسلش مذكره بس، انا برسلش الشركه كلها ارباع. قصدي يا موزه برسلش اللي طلبتيه مع جمعه الملفات والمذكره. شفتي يا بنتي؟ شفتي اخرت لعشره؟ خلاص طلبات شيء طلب شيء ثاني. وابويا يلا يلا انزل يلا مع السلامه. والله هدى خلي عينك. انا مستغربه، معقوله هذا ايش عنده؟ يعني الاجتماعات كل يوم تصير وهذا شيء عادي في الشركة. لكن انا حاسه ان الشيء تحت راسه. اسمع عليك يا سلمان.
حكمة عندي. مشاكل